ساعد، يعني بنقدم بنفتح له مجالات، نقول له والله في فرص عمل في الحته الفلانيه حقيقيه، هنبقى بظهرك معاك. طبعا ده جاهزين احنا بيه على طول. احنا المديريات كلها، والنهارده الوزاره عندها من الوظائف اللي بتعرض على الشباب في القطاع الخاص، واحنا بنشرف عليها بنفسنا. يعني احنا بنبقى متاكدين ان هذه الوظائف زي ما حضرتك قلتي فيها تامينات، فيها مزايا، فيها شروط بتدي العمل اللائق للشباب. وفي هذه الحالة احنا بنقول احنا موافقين على ده. وجانا وظائف غير لائقة زي ما حضرتك قلتي. انا جالي من احدى المحافظات مرة وظيفة مدرس مش فاكر ب600 جنيه ولا تشيل ده، الكلام ده مرفوض، ويرجع النهاردة المفتش يروح لصاحب العمل في المدرسة يقول له الكلام ده مرفوض، ولو لقيناه ما ينفعش ان انا ادي مدرس النهاردة هيربي نشء 600 جنيه وفي مدرسة خاصة. مش قادر انت تعمل مدرسة خاصة وتدي المدرسين المرتب اللائق اللي يخليه وهو بيربي النشء يطلع لنا نشء صحي وجيد، يبقى ما تفتحش لهذا الاستثمار. عظيم. هو بصراحة ما كانش واصل قوي ان الوزارة كأنها بس احنا فاهمين انها دور وسيط في فرص عمل بعلنها خلاص، لكن بتروح لصاحب العمل لا والله انا عندي طبعاً مواصفات معينة مرتب بديني. طبعا وفي حد بيدي 600 جنيه للمدرس النهاردة ليه؟ فهذا الكلام يعني الامور اللي احنا نحس ان ما فيهاش منطقيه مع صاحب عمل لازم تتلغي. وهذا الكلام احنا اهو بنعلنه من خلال حضرتك. ما ينفعش يبقى عندي مدرس بيديني، وكان متهيألي انا فاكر المدرس يعني لغه عربيه وجغرافيا يعني كلهم مؤهلات عليا. طب ما عايزين نشوف كمان البعود مؤقته دي برضو بياخدوا اقل من كده بكتير برضو يعني المسألة. العقود المؤقتة أنا بقول لحضرتك إنها ابتدت تقل بنسبة كبيرة جدا خلال هذه المرحلة، ويمكن مع المشروع الجديد يمكن تتلاشى تماما خلال، لأن هي منصوص عليها داخل القانون. طيب.